بعتقد انه الاجتماع اليوم بهذه الظروف الاستثنائية اللي عم يمرق فيها البلد هي لنحاول نظهر موقف لبناني كبير حول العناوين الأساسية اللي بعتقد فيه يعني نوع من إجماع لبناني حوله، هو أولا وقف إطلاق النار وتنفيذ 1701، وثانيا هو التضامن الداخلي مش بس الإنساني، الإنساني هذا واجب كل إنسان، التضامن الداخلي بمواجهة العدو الإسرائيلي وإظهار وحدة وطنية حقيقية حول هذا الموضوع، أو مثل ما قلنا توافق كبير حوله. والنقطة الثالثة هي موضوع رئاسة الجمهورية يلي بترجم عمليا توافق لبناني كبير لمواجهة الأوضاع من خلال الدولة وواجبات الدولة بهذا الموضوع. بعتقد أنه نحن قادرين نعبر بهالعناوين الثلاثة على مشهد لبناني حقيقي، مش فئوي، مش منفصل، مشهد حقيقي وطني بهيدا الخصوص، ونلحقه بعدين بترجمة بموضوع رئاسة الجمهورية يلي صرنا بمرحلة ننتقل على الشيء العملي فيها ونقدر نظهر انه في امكانية التوافق. نحن وهذا الشيء اليوم يلي اكدناه مع الرئيس بري، نحن العمل جاري على الوصول الى اسم توافقي ما بيشكل تحدي لحدا، بل بالعكس بيكون بيجمع اللبنانيين. هيدا الموضوع ضروري نقدر نعمله، نأمن انه في حضور 86 التلتين لنأمن نصاب بالجلسة، وهذا شيء طبيعي بالدستور. الموضوع مش موضوع ينتخب الرئيس بال 86، ان شاء الله نقدر ننتخبه بال 128، هذا الهدف، بس الحضور 86 لتأمين النصاب ونأمن اكبر اجماع ممكن على الرئيس، وان شاء الله قد ما بيعلى بيكون منيح. وثالث شيء موضوع الوقت، مش الاستعجال، بس تنقطع الطريق على اللي هن بالداخل وبالخارج ما بدهم رئاسة الجمهورية، وهذا الاجتماع اليوم بيأسس ان شاء الله لخطوات عملية بهذا الاتجاه. وشكرا.